النهارده هنشرح لبلانك. لبلانك بتلعب ميد بس. لبلانك من الشخصيات المركزيه في الجيم، بتعمل دامج عالي قوي، ممكن انت تكون بتج وراها اصلا وفجاه واحده ما تلاقيهاش وتلاقيها ان هي اللي وراك وجابتك وان شوت. لبلانك من الشخصيات اللي لو اتفيدت ممكن تشيل الجيم كله كامل لوحدها. هنبتدي بالباسيف. لبلانك لما الاتش بي بتاعها بيوصل لتحت ال 40% بتبتدي تختفي لمده ثانيه واحده وبيظهر مكانها واحده شبهها بالظبط. بتفضل موجوده لمده 8 ثواني وبتتحكم فيها لو دوست على زرار الالت وكليك يمين تقدر تتحرك بيها في جميع النواحي. النسخه دي بتضرب اوتو اتاك بس، والاوتو اتاك كمان ما بيعملش دامج. الكيو بقى لما بتلبس في حد بتعمل له دامج، ده غير كمان ان هي بتفضل عامله عليه علامه لمده 3 ثواني ونص. لو ضربت اي سكيل تاني غير الكيو بياخد نفس دامج الكيو زائد دامج السكيل اللي انت ضربته. الدبليو بتاعتك ان هي بتعمل اندفاع لمسافه معينه، لو لبست في اي شخصيه بتعمل له دامج، وبتسيب النسخه بتاعتها في المكان اللي انت استعملت بيه السكيل. بعد 4 ثواني لو دوست على الدبليو تاني هتبتدي ان انت ترجع في المكان اللي انت ضربت منه الدبليو. الاي عباره عن سلسله لو لبست في العدو وبتعمل له دامج، وكمان بتنقص سرعته بنسبه 30%. لو فضلت مخلي العدو موجود في السلسله دي لمده ثانيتين بياخد استنى لمده ثانيه ونص، ودامج زياده كمان. الالت بتاعتك بتشغل اخر سكيل اللي انت استعملته تاني وبتدي له دامج كمان زياده، يعني معنى كده ان انت تقدر تستخدم اي سكيل مرتين في ثواني. يعني نفترض مثلا ان انا اخر سكيل ضربته كان الدبليو، بص اديني ضربت الالت بقى معايا دبليو في دبليو، بص لما ارجع هرجع مرتين. الالت بتاعتك لما تستعملها مع سكيل بتبتدي ان هي تزود الدامج بتاعه، اكبر سكيل بياخد دامج هو الدبليو. دي احسن رونز لبلانك السيزون ده. مبدئيا كده لبلانك من الشخصيات اللي بتجيب الكلايه من وان شوت. في حاجه تاني، الفيديو ده انا واخده من على اليوتيوب عشان اشرح لك عليه، عشان مفيش حد يعمل لي فيها رأفت الهيجان ويجي يقول لي انا انت سرق. استعمل الدبليو بتاعتك زي ما هو استعملها كده بالظبط. ده يا عيني النت عنده ضعيف يا عيني، فاكر كل ده لسه بيدور عليا. اساس لبلانك هو الدبليو، لازم تكون متعود على الدبليو كويس او عارف انت هتروح فين وهترجع منين، لازم يكون تفكيرك سريع. بص الوان شوت دي، عايز يموت بالصرف، عايز البورس.